في عالم الجريمة كل شيء مباح، وممكن تسمع حاجات العقل نفسه ما يصدقهاش. لكن عمرك سمعت عن الملاك الشيطان؟ اهو ده اداء وصف لمحمد آدم او سفاح الطالبات، سفاح بدرجة ملاك، احن واطيب انسان ممكن تتعامل معه. لكن في نفس الوقت البنت اللي كانت بتقع تحت ايده ما كانش بيرحمها، ولكن لكل شيء سبب. علشان كده في قصة محمد مش هتقدروا تحددوا هو كان ظالم ولا مظلوم رغم كل اللي عمله من بشاعة. واهلا بيكم في حلقة جديدة من ارشيف الحوادث. وحلقتنا النهاردة عن سفاح الطالبات، أخطر مجرم عدى على دول الخليج العربي، قاتل محترف، لكن على الرغم من كده كان محتفظ بإنسانيته في التعامل مع ضحاياه. محمد عمر آدم، شاب سوداني الأصل من عيلة بسيطة، كانت حياتهم هادية وبسيطة ومحدش كان بيسمع ليهم صوت ولا ليهم اختلاط بحد، وده اللي طلع محمد منطوي شوية. وفي سن 7 سنين حصلت الكارثة، ودي اللي غيرت حياته تماما. وفي يوم هو قاعد مع والدته لوحدهم دخل عليهم شاب واغتصب امه وقدام عينيه، ومحمد ما كانش قادر يعمل اي حاجة من الخوف، كان قاعد بيشوف اللي بيحصل في مامته من غير ما يقدر يتحرك ولا قدر ينطق بحرف واحد. وبعد ما الشاب خلص عملته طلع يجري، محمد ومامته فضلوا مستنين باباه لما يرجع وهم في حالة يرثى لها. واول ما الاب شاف منظرهم سألهم على اللي حصل وحاول ياخد اوصاف الشخص اللي عمل كده، واستنى لما والدة محمد تهدى وتجمع أعصابها وأخدها وفضل يلف في الشوارع علشان يشوف الشخص اللي عمل في مراته كده لحد ما لقوه، وكان صاحب محل قريب من بيتهم. تاني يوم والد محمد اتصل بمراته، اوعي تنامي لا انت ولا محمد علشان عامل لكم مفاجأة، وكان جاي ومعاه الشخص اللي اغتصبها. عارفين عمل فيه ايه؟ قدام محمد ابنه ذات ال7 سنوات دبحه وفصل راسه عن جسمه، ومش بس كده قطعه بشكل احترافي لقطع صغيرة واخده ودفنه في حظيرة المواشي بتاعتهم، وكان بيخلي ابنه محمد بيساعده في نقل الاشلاء. ورغم اللي حصل ده عدت السنين ومحمد كبر وهو انسان طبيعي محدش لاحظ عليه اي حاجة، كان عنده عشق للملاكمة علشان يحافظ على بنيته الجسمانية، وده اللي كان مخليه يواظب على التمارين الرياضية ولعبة الملاكمة. وبسبب ان هو كان بيتناول الهرمونات المفرطة شكل محمد اتحول تماما، جسمه كله كان عبارة عن عروق غير طبيعية، وبالنسبة لناس كتير شكله كان بيخوف. لما محمد سنه وصل 25 سنة كان بيدور على شغل في كل حتة، لكن مش اي شغلانة، ده كان حلم حياته يشتغل في مشرحة، لكن كان صعب انه يدخل مشارح المستشفيات لانه ما عندوش شهادة في كده، وده اللي خلاه بيلجأ للبديل مشرحة الجامعات واللي طبعا بتكون موجودة في كليات الطب. اول جامعة اشتغل فيها كانت جامعة السودان واللي اتعلم فيها اصول الشغلانة بصحيح، وكان عنده كمان موهبة غريبة قوي انه كان بيشرح الجثة بشكل دقيق جدا. وبعد فترة من الزمن محمد اتجوز، ومراته كانت دايما بتحكي وبتتحاكى بيه، ودايما كانت تقول طيب واحن واحد في الوجود، وانها بتعيش معاه اسعد لحظات حياتها. لكن كان في حاجة غريبة ومش مفهومة خالص، انه بعد مرور سنة بالتمام والكمال محمد ساب شغله في مشرحة جامعة السودان ويسافر على دولة تانية وبرضه بيدور على شغله في مشرحة جامعية، من السودان للكويت للسعودية للامارات، وكانت المحطة ليه في الاخر دولة اليمن. محمد قدر يشتغل في مشرحة كلية الطب في جامعة صنعاء. محمد كان معروف وسط الطلاب بشكل ملحوظ، الكل كان بيحبه جدا لانه كان بيساعدهم وبيجيب لهم كل المحاضرات اللي فاتتهم والعينات اللي كانت الطلبة محتاجاها وكل اللي كان بيتمناه الطلبة كمان، وكانت كل حاجة ماشية كويس جدا لحد ما جات الطالبة زينة واللي طلبت من محمد جمجمة محتاجاها لحصة التشريح، واخد منها الفلوس ووعدها انه هيجيبها لها. يوم في التاني في التالت مفيش اي خبر، زينب راحت له وقالت له انا عايزة فلوسي، قال لها ملكيش عندي حاجة. رجعت زينب للبيت وحكت لمامتها كل حاجة، ومامتها قالت لها تروحي ليه وتهدي
دي انك هتبلغي عنه. وفعلا زينب راحت له المشرح. اول ما دخلت محمد هجم عليها وكتم نفسها لحد ما خنقها، وبعد كده دبحها وفصل راسها عن جسمها، اخذ راسها وحطها في برطمان بلاستيك، وبعد ما خلص بدا خطوات التخلص من الجثه. قطعها قطع صغيره متساويه وحطها في حامض كيميائي قوي جدا لدرجه انه سيح الجلد مع العظم في وقت واحد. اما بقيه الاجزاء اللي ما عرفش يدوبها راح حطها في الفريزر. الناس في الوقت ده كلها كانت بتدور على زينب، ومامتها كانت متأكدة ان محمد ده عمل فيها حاجة، وراحت وبلغت عنه وحكت كل التفاصيل اللي حكتها زينب ليها للشرطة، واتقبض عليه واتحقق معاه، لكن ما كانش فيه اي دليل على كلام ام زينب. لكن كانت ام زينب مصممة ان اخر مكان راحته زينب هي المشرح. طلع قرار بتفتيش مشرحة الجامعة، ولو كنت فاكر اللي انا قلته ده ابشع حاجة في الدنيا تبقى غلطان، ده التقيل لسه مجاش. الشرطة دخلت مشرحة الجامعة وبدأت تفتش، وكانت الكارثة. لقت 51 راس مقطوعة ومحطوطين في برطمانات بلاستيك، وفي اشلاء كتير جوه الفريزر. طبعا الام اتعرفت على راس بنتها بكل سهولة. تخيلوا احساس امها وهي شايفة راس بنتها مقطوعة ومحطوطة كمان في برطمان. طيب مين البنات دي؟ وليه اهلهم ما كانوش بيبلغوا؟ وليه محمد كمان محتفظ بكل رؤوسهم؟ مليون سؤال، بس كان ردهم فقط عند محمد. على طول اعتقلوا محمد وابتدوا معاه تحقيقات مشددة، والصدمة كانت فاعترافاته. محمد اعترف وقال انه بقاله سنين بيعمل الموضوع ده، وعلشان كده كان بينتقل من بلد للتانية، وكان بيحتفظ برؤوس كل البنات اللي قتلهم، تخيلوا، علشان الذكرى. لكن الغريب ان محمد ما كانش طبيعي في كلامه، يعني كان بيقول اسماء بنات هو ما قتلهاش، واسامي بنات تانية مش متأيدة اصلا جوه الكلية. ده غير كمان كان بيقول انه مش فاكر عدد الجثث ولا اقدر اعدهم، وانه كل بلد كان بيسافرها كان بيخلص على عدد كبير من الطالبات فيها، ومحدش كان عارف ان البنات دي جياله جوه المشرح، علشان كده محدش كان قادر يتهمه باي حاجة، وانه عملش كده بهدف سرقتهم ولا حاجة، لانه كان بيراعي ربنا فيهم، لانه كان بيخلص لهم كل مصالحهم اولا، لكن بعد كده كان بيقتلهم. يعني الراجل ما كانش بيقبل على نفسه قرش حرام. وفي وسط التحقيقات طلبوا انه يعملوا استدعاء لمرات محمد علشان يسمعوا اقوالها، ولو عندها حاجة تقولها. لكن محمد قاعد يضحك بشكل هستيري وقال لهم ما تحاولوش، مش هتلاقوها، اصلا انا كمان قتلتها، وروحوا البيت هتلاقوا جثتها وكمان جثة ابني. والشرطة فعلا خدت قوة وخدت محمد وطلعت على البيت، وشافوا ابشع منظر ممكن الواحد يشوفه في حياته. محمد كان معرف مراته كل الجرائم اللي كان بيعملها، وكانت كمان بتساعده في كل حاجة مقابل انه كان بيديها مجوهرات او فلوس او اي حاجة. وفي مرة اختلفوا على الفلوس وهي كانت حامل، عارفين عمل في مراته ايه؟ قتلها بنفس الطريقة اللي بيقتل بيها الطالبات، لكن ما اكتفاش بكده، قبل ما يقطعها لحتت صغيره شق بطنها بالطول وخرج احشائها والجنين وحطهم برضو ببرطمان بلاستيك، وبعد كده قطع جثتها وحط لحمها واحشائها في فريزر البيت. كل التقارير اثبتت ان محمد متزن جدا نفسيا وبكامل قواه العقليه، ومش هتصدقوا في فئه من الناس دفعت عنه وقالت عليها انه طيب وحنين، لكن نشأته واللي حصل له وهو صغير هو ده كان السبب. ومش بس كده، ده الطلاب كلهم ما كانوش مصدقين وقالوا ان التهمة دي متلفقة لمحمد، ده اكتر واحد محترم، ده كان بيساعدنا في الامتحانات. ولان الكل شيء نهاية، محمد اتحكم عليه بالاعدام، لكن بطريقتين والاتنين ابشع من بعض، الرمي بالرصاص وقطع الرقبة بالسيف. وقبل ده كله اتحكم عليه ب80 جلدة علشان كان بيشرب الخمر، واتنفذ حكم الاعدام عليه رميا بالرصاص. وفي لحظة التنفيذ حصل شيء غير متوقع، رجال الامن ضربوا عليه رصاصة في الاول ما ماتش، وفي التانية والتالتة ما ماتش برضه، وده بسبب قوته الجسمانية اللي فضل سنين بيحافظ عليها لحد ما توفى في النهاية باخر رصاصتين، وسموهم وقتها دول رصاصتين الرحمة. هل محمد كان ضحية اهله ونشأته اللي خلقوا فيه المجرم ده؟ لحد هنا خلصت حلقتنا النهاردة، ولو عجبتكم الحلقة اعمل لايك وسيبوا رأيكم في الكومنتات، ولو في العمر بقية اشوفكم الجمعة الجاية في ارشيف الحوادث. سلام عليكم.